الصناعية تشهد لرسول الله صلى الله عليه وسلم للباحثين الشيخ محمد عبد المجيد عزيز الشيخ فؤاد التويتي الشيخ أمين علي أبو علي يلقيها الشيخ أمين علي أبو علي وهو مدرس مادة الإعجاز العلمي في القرآن والسنة بجامعة الإيمان بصنعاء بالجمهورية اليمنية فليتفضل مشكورا. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فتعلمون أن الإنسان لا يستطيع أن يرسم خطا مستقيما على سطح الكرة الأرضية بدقة إلا إذا توفرت له الخرائط الحقيقية الدقيقة المأخوذة بالأقمار الصناعية أو بالطائرات، ولا بد أن يكون عارفا بخطوط الطول والعرض بالنسبة للكرة الأرضية ليحدد زاوية الميل بين الموقعين الذي يريد أن يصل بينهما الخط المستقيم، أو أن يكون عالما بارتفاع مستوى المدن والمناطق عن سطح البحر. وهذا كله لم يكن موجود قبل 1400 عام. فالإدريسي عندما أراد أن يرسم خريطة للكرة الأرضية جعل اليمن في جنوب شرق الجزيرة العربية، وجعل عمان في شمال شرق الجزيرة العربية، وذلك في عام 1154 ميلادية، أي بعد الهجرة النبوية بحوالي 5 قرون ونصف. ثم جاء من بعده جيوفاني لوردو بحوالي 3 قرون ولم تكن خريطته للكرة الأرضية دقيقة أيضا، لكن النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم استطاع أن يرسم خطا مستقيما من مسجد صنعاء في اليمن إلى قمة جبل ضيم الذي يبعد عن صنعاء حوالي 30 كيلومتر إلى الكعبة المشرفة. فالنبي صلى الله عليه وسلم عندما دخل أهل اليمن في دين الله أفواجا أرسل لهم معلمين يعلمونهم الدين، منهم علي بن أبي طالب رضي الله عنه، ومعاذ بن جبل، وأبو موسى الأشعري، ووبر بن يحنس الخزاعي رضي الله عنهم أجمعين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لوبر: إذا بنيت مسجد صنعاء فاجعله عن يمين جبل يقال له ضين. هذا الحديث رواه الإمام الطبراني في الأوسط، وقال عنه الهيثمي: رواه الطبراني في الأوسط وهو حسن. وقال الإمام الحافظ الرازي في كتابه تاريخ صنعاء: لما أرسل النبي صلى الله عليه وسلم وبر بن يوحنس إلى اليمن واليا عليها قال له: ادعهم إلى الإيمان، فإن أطاعوا لك به فاشرع الصلاة، فإذا أطاعوا لك بها فمر ببناء المسجد لهم في بستان باذان من الصخرة التي في أصل غمدان، واستقبل به الجبل الذي يقال له ضين. قال الحافظ الرازي في كتابه تاريخ صنعاء أيضا: كتب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى وبر أن يبني حائط باذان مسجدا ويجعله من الصخرة إلى موضع جدره، أي إلى موضع جدر باذان. فقول الرسول صلى الله عليه وسلم: إذا بنيت مسجد صنعاء فاجعله عن يمين جبل يقال له ضين، هو تحديد لزاوية الميل إلى الكعبة المشرفة. وقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: فمر ببناء المسجد لهم، ثم حدد مكانه فقال: في بستان باذان.
من الصخرة التي في أصل غمدان واستقبل به ضينا، تحديد لموقع المسجد ومكانه. كذلك في الرواية الأخرى عندما قال: فكتب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى وبر يبني حائط باذان مسجدا ويجعله من الصخرة إلى موضع جدره، تحديد لمكان المسجد. هذه الإحداثيات التي حددها رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل 1400 سنة لم يكن بمقدور أحد معرفة هذه المسافات كما عرفنا. هذا المسجد الذي حدده رسول الله حافظ عليه أهل اليمن قديما وحديثا، وهو ما زال موجود إلى اليوم، حافظ عليه بالمحافظة على معالم حدوده، فالصخرة الململمة ما زالت موجودة إلى اليوم. والمسجد الذي أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبنى ما زال موجود إلى اليوم، وهو محدد وموجود بين ساريتين من سواري الجامع الكبير في صنعاء، إحداهما تسمى المسمورة والأخرى المنقورة، حتى أن بعض أهل صنعاء يغالون في تعظيم هذا المسجد الذي في صنعاء، فلا يقبلون اليمين من الخصم عند التنازع الشديد إلا عند المسمورة والمنقورة، أي في المسجد الذي وصفه النبي صلى الله عليه وسلم وبني طبق وصفه وطبق أوامره وتوجيهاته. واليوم بعد وفي القرن العشرين وبعد أن امتلك الإنسان الأقمار الصناعية واستطاع أن ينفذ إلى الفضاء وتوفرت الإمكانيات، صار من الميسور مشاهدة ذلك بالعين لتتحقق الرؤيا في زمن الكشوف العلمية الحديثة. فاليوم وباستخدام برنامج جوجل إيرث الذي يوفر الموجود في شبكة الإنترنت الذين تعرفونه جميعا، وهو يوفر لجميع المشتركين خدمة الوصول إلى جميع الأماكن على سطح الأرض ويحددها بدقة ويحسب المسافات بين كل منطقة وأخرى، فإنك لو خرجت هذا البرنامج وهذه صورة للكرة الأرضية، فإنك لو خرجت بسهم من قبلة المسجد الذي أمر النبي صلى الله عليه وسلم ببنائه في صنعاء والمحدد بين المنقورة والمسمورة، ثم انطلقت بهذا السهم وخرجت بسهم وانطلقت إلى أن تصل إلى قمة جبل ضين، ثم نستمر في المضي بهذا السهم فإننا على استقامته، فسنجد هذا السهم يدخل إلى مكة المكرمة ثم يصل إلى الكعبة المشرفة، فيكون ويتوسط ما بين الركن اليماني والحجر الأسود، وبذلك يتحقق الدقة في توجيهات النبي صلى الله عليه وآله وسلم وإحداثياته الدقيقة في تحديده للقبلة بالنسبة لأهل اليمن. وهذا البرنامج حتى تشاهدونه الآن كما ترون أمامكم صورة عن بعد التقطت للكرة الأرضية عن طريق برنامج جوجل إيرث، والآن نحن نقترب من الكرة الأرضية، وادعوكم الآن للمشاهدة لأن برنامج الإعجاز العلمي يقوم على أساس المشاهدة، فلنشاهد معكم الآن مسجد صنعاء وجبل ضيم وكيف يصل هذا الخط بين هذه المسافات بكلها. لاحظوا معي هنا